مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. في هذا رمضان كانت لقاء بعتيقة، عتيقة لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. عتيقة اللي كيشوفها كتقول كيقول ولد، وهي شخصيتها ولد. الظروف ديالها، الأسباب والمسببات، كيفاش عاشت بوحدها. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. فيما يخص بعض الناس اللي ما عمرهم شافوا القصة ديال عتيقة، تبعوا معايا. عتيقة، الناس متبعين القصة ديالك، كاينين الناس جداد اللي ما تعرفوش شكون هي عتيقة. عتيقة اللي كلها ولد، كيفاش؟ عتيقة راه كما قلت لهم، كما كيشوفوني دابا الناس بعد داك السلام عليكم، والناس الجالية عايشة في أوروبا والجالية اللي عايشة هنا في المغرب. وكنتمنى انا كنتو ديجا كنتو شفتوني مع السي يوسف شي فيديوهات قدام، ودابا انا كنعاود جديد مع يوسف على الناس اللي ما كيعرفونيش والناس اللي باغيين يعرفوني. المهم المشدات هو بان كما قلت لك، راه علاش راه حنا جدنا بحال هكا، والحمد لله دابا راه كنرجعوا الصفات ديالنا. عتيقة الناس كانوا كيشوفوني في الاول بالتشويكه، دابا راه الشعر راه كنرجعوا اللور، وحاليا كنتمنوا تكون الوضعيه كما بغاو الناس. عتيقة علاش هي ولد؟ هي راه بنت، ولكن شخصيتها، اللباس ديالها، المعامله ديالها، بزاف العلامات ولد. علاش؟ علاش؟ انت كيفاش كبرتي؟ لانني كبرت في خيريه ومع الدراري، وكنلعب في الزنقه مع الدراري، واي حاجه مع الدراري، واي حاجه كنبغي نديرها كن لا اللباس لا الهضره لا كنريح مع الدراري. يعني ضروري ما غادي تخربق، وسيرتو الى داك 27 عام ديال الزنقه، وهذه راه ضروري ما غتبان دري، باش حتى المجتمع ما يشوفكش دريه مع الزنقه والكارطون. واسطوره هذه قديمه كنا عاودناها وعاوتاني. نعم، هناك ناس جداد غادي يتبعوا معنا في خضم الموضوع كذلك، غادي تعود لي على الزياره الملكيه اللي كنتي قلتي بانه سيدنا جلاله الملك شافك وما صدقش باللي انت بنت، كيفاش وقع؟ بصح هي كانت اول لقاء ديالنا حنايا 16 بين ولاد المدينه، وانا كنت بوحدي اللي دريه. اللقاء ديالي مع جلاله الملك هي الصراحه كانت واحد الصدفه كبيره، ومن نهار شافني انا الملك بسلي على كتافو، هذيك لو شوك، باش انا غادي نقول لي قال لي واش تي دريه ولا دري، هو تصدم. هو باش قلت لي انا صفري دريه، هو تصدم. من بعد سجلت انا وياك الفيديو، وتفاعلوا معك المغاربه في المغرب وخارج المغرب. هنا قدرتي انك توصل تعرف شكون هي الام ديالك. الام ديالك كنتي بغيتي تعرفها. الام ملي عرفتي دابا الام شنو اللي وقع؟ هي الصراحه انا فاش عرفت الام ديالي، هذه اول حاجه، انا ما غاديش نحرجها انا قدام الكاميرا وغادي نقول سميتها كما هي قالت لي ما نقول سميتها. ولكن هذه السيده هذه انا ملي طحت معها باش غندير معها لا دي ان، كنت جمعت الوراق هنايا نيت في كازا، وقالوا لي صافي جمعي الوراق ديال القضاء الاسره باش يديروا كتبوت النسب. مشيت طلعت ل 16، حتى هي اصلا عندها مع السميه ديالها ولكن هي في 16. مشيت طلعت ل 16، الوقيته اللي غتكون عندنا فيها المحكمه غندفع الوراق، دار لي واحد البياج، لاني لحد الان باقي ما دخلش لي راسي. هو معيط عليا واحد السيده من الغربه كتقول لك انا مكره من فرنسا. ابري 5 دقائق النمره تبدلات، ما بقاتش نمره بريفي، عيطات لي طلعت لي النمره ديال المغرب. اذا هذيك السيده اللي كانت معايا كانت كتوهم فيه، وكلشي تيقول لي هذيك السيده اللي كانت معاك في المحكمه راه هي امك، وهي كتهرب. علاش ما عرفت؟ قالت لك انا عندي 5 الاولاد، عندي راجلي، عندي وهادشي كامل، انا الضحيه. وان شاء الله انا باغي نوصل لكم واحد النقطه، لانني ان شاء الله انا كنت دابا كنتقاتل على فلوس لا دي ان، ومن غنجمع فلوس لا دي ان انا متاكده من ورا رمضان غندير معاها لا دي ان. غادي غنوصل معها المحكمة باش على اساس بان هي ما بغاتش غتوريني با فين هو. يعني دابا انا مسد داك النقطة ديال كلمة مين. واخا هاد المرة اللي كتكلم عليها عندها الاولاد؟ عندها الاولاد، عندها 5 الاولاد. ما حاولتيش تواصل معاهم؟ صراحة كنتواصل مع خويا. اش قال لك؟ كيهضر معايا عادي، هو براسو مصدوم، هو براسو ما متيقش، وهي حد الان كتنكر كتقول لي هذيك ماشي بنتي. يعني انا اللي غادي يوفقني وغادي يحزز ما بيني وبين هاد السيدة هي لا دي ان. وانا نهار كانت غدير لي لا دي ان انا وياها، دارت لي واحد البياج خطير انا حد ما دخلتوش العقل. شنو هو البياج؟ البياج هو بان كتعيط لي، تعيطوا لي الناس بنمره بريفي، كيقولوا لي راه امك راه ما كايناش هنا في المغرب، راه امك كاينه في فرنسا. وانا حاليا كلشي تيقول لي لا خوالاتها لا جده، كلشي تيقول لي راه امك هي هذيك السيده. يعني بلا ما نسميها ونحرجها، ومبروك عواشر على اي واحد مسامح كريم. واخا اللقاء ديالك بالاخوه ديالك اللي قلتي عرفتيهم كيشبهوا لي، كتشبه ليهم كيف؟ هي الصراحه حتى تصورت خويا اللي صغار مني بعامين، هو كيشبه لي بزاف، يعني الشباب بزاف، واخا ما عمري تلاقيت به، ولكن اي فاش شفت صورتي
القلب ديالي تهز بوحده، يعني احساس بان ذاك السيد هو اخوه، وديك السيده احساس ديالي بانها هي ام، ولكن علاش تهرب مني ما عرفتش. هي بغات تعيش حياتها، الله يسهل عليها. انا يا دابا من هذا المنبر هذا باغا ندير نوصل مع الله دائما، وباغا نوصل للاب ديالي. يعني انا قلبت عليك وانت رفضتيني، ولكن حاليا دابا كنطالب بابا، يعني بابا انا متاكده منه ما غاديش يرفضني، وحتى العائله ما غاديش ترفضني قدامه ان شاء الله. السؤال الاخير اللي عندي معك، وانت اللي شافك تيقول ولد، يعني شيئا ما الانثويه ديالك غائبه بشكل كبير، رغم انه في بطاقه ديالك ديال بطاقه التعريف ديالك انت انثى سميتك عتيقه. مزيان، كيفاش كتعيش في عالم الليل وانت كتكري بوحدك، كتسكن هنا في هذا السونط اللي شويه صعيب، يعني كيفاش كتعيش بوحدك وانت ولد؟ هي كتعرضش كل اللي تعرفك بين البنت ولا كل شيء تعرفك غا ولد، ولا بالعالي كتقمص هذه الشخصيه عاوتاني بانه ما يعرفوكش بنت بزاف الاعتبارات؟ لا انا ماشي تنتقمص هذه الشخصيه هذه، لان هذه الشخصيه دابا مشات ليا في الدم انا. يعني باش غادي تقول لواحد 27 عام هو بحال هكا، يعني كوب كارسون وتنجمع مع الدراري وتنهدا والزنقه وهذه، راه ضروري شويه صعيب باش غتبدل من كاركتر لكاركتر، يعني خاصك وقت كبير. وكيفاش كنعيش في الزنقه؟ كنعيش عادي طبيعيا، كاين اللي كيعرفك دريه، راه عارفك دريه، كيعرفك كيقول لك اختي، ولا ما تيعرفكش يقول لك خويا، صافي تنخلي على الهوا ديالو، خويا خلي على خاطر خاطر ماشي شي حاجه، وما تتاثرش في هاد النقطه ديال دري ودريه، لانني عايشه حياتي كما بغيت انايا وكما بغى سيدي ربي ويا غالي. والحمد لله حاليا دابا بخير، ماشي نقولوا بخير، مهم متبعين الدراسه ديالنا، دايره هذا العام دفع الحلقه ديال السونتر كاريه بيا، تنتقاتل مع الزمان مره هنا مره هنا، والحمد لله عنا الهدف ديالنا والدينا، وربي غير ربي يجمع شملنا معاهم هادشي اللي كاين. نتمنى من ربيك الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، انا كنتمنى الا كانت شي نقطه فهمتي لا انني كنلقى شي مساعده قضائيه اللي تعاونوا معايا في لا دي ان ديال امي، تش ضروري ما خصني ندير لا دي ان معاها، لانني كنت غنديرها من عندي، ولكن من السيده كتهرب، يعني وقعوا شي مشاكل، صافي كنطالب دابا من الدوله يوقفوا معايا باش دار شي لا دي ان الا كانت شي يسهلوا عليا. فين ساكنه هي؟ ياك ساكنه في 16، ان شاء الله مورا رمضان غنطلع على 16 باش غندير لا دي ان تم. عتيق الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا عتيقة قصة ديالها غريبة، كبرات في الخيرية، من بعد لقات راسها في الشارع، هي بنت ولا ملامح ديالها ولد، كيفاش عانات، كيفاش عاشت، كيفاش كان، كيفاش باقا كتعاني. مشاهدينا الكرام، عتيقة الهدف ديالها أنه تعرف والديها، تحكبدت عناء السفر في الدار البيضاء في مجموعه من المدن، وانا عشت معها في الملفات في فيديوهات، وكذلك الدعم ديال المغاربه مشكورين بشكل كبير، كيساعدوها من اجل توصل للهدف. هي حاليا عرفت الام مقبله على ضيان لتبيان الحقيقه في الموضوع. مشاهدينا الكرام، انا غادي نوضع رقم الهاتف ديال عتيقه، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين، كل من ساعد او ساهم هذه الاخت اجره محسوم عند الله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.